السلام عليكم، مرحبا بكم اخوة الاعزاء من جديد على قناتكم قناة الو كمال. فيديو جديد ماشي مراجعة اليوم ان شاء الله. هذا الفيديو تحت طلب ديالكم خويا كمال، كيتوردوا بزاف ديال الاسئلة بحال هكا، خويا كمال شنو نشري بالسعر كذا بالسعر كذا. فاليوم ان شاء الله غندير لكم افضل الهواتف اللي ممكن تشريوها، الفئة السعرية ديال 2000 درهم حتى 5000 درهم كما في العنوان ديال الفيديو، لسنة 2020 طبعا في السوق المغربي. نبداو بمهم عندنا الأجهزة ديال الأندرويد، ومن بعد إن شاء الله غنطرقوا عندنا جهاز في الآي أو إس. نبداو بالأجهزة ديال الأندرويد، مهم عندنا الأجهزة من 2000 درهم فما فوق. عندنا جهاز المي أطرواد اللي ممكن تشتريه ب 2100 درهم، نسخة ديال 428 جيجا. اللي كيميز هذا الجهاز أنه جايب معالج سناب دراجون 665 بصمة أسفل الشاشة، الأندرويد الوان الأندرويد الخام. وكما شفتوا فكنا دوزنا على القناة درنا المراجعة ديالو، اللي بغى يشوف المراجعة فموجودة على القناة. عندنا 1900 درهم ممكن تشري بها ريلمي 5، تبقى خيار مناسب تبان لينا في هذه الفئة السعرية. 1900 نسخة ديال 428، أيضا جاينا بنفس المعالج ديال 100 طروا اللي هو سناب دراجون 665، وعندك بطارية كبيرة 5000 ملي أمبير، كاميرات ممتازة ولا مناسبة في هذه الفئة السعرية. عندنا 2500 درهم فما فوق. عندنا الجهاز، ولا اخترت لكم أجهزة من بينها، جهاز سامسونج M30، طبعا الجهاز اللي مهم لقى ردود فعل ممتازة بزاف ديال المستخدمين، كيقدم أداء ولا قيمة مقابل سعر. M30 اللي كيميزو جايب الإكزينوس 6911 9611، وجايب ايضا شاشة سيبر اموليد رائعة، كاميرات ممتازة، والسعر ديالو 2590 درهم مغربي باش كاين دابا في السوق. الجهاز الثاني اللي اختاريت لكم في الفئة السعرية ديال 2500 درهم فما فوق، طبعا جهاز ريدمي نوت 8 برو اللي كيميزو انه جايب المعالج هيليو جي 90 تي، وايضا الستوكاج ديالو 628، السعر ديالو 2600 درهم مغربي. عندك 2700 درهم. عندنا الجهاز هنا الهواوي نوفا 7 اي اللي كيميزو انه جايب كيرين 810، شارجور ديالو لا كيدعم الشحن السريع 40 واط، هنا بين قوسين واخا ما جيش بجوجل سيرفيس، لكن كيبقى جهاز مناسب في هذه الفئه السعريه. عندنا 2900 درهم، اختاريت لكم ريدمي 6. طبعا على شريد ميسيس كيجينا بالمعالج الشهير اللي مخصص للألعاب هيليو جي 90 تي، أيضا معدل تحديد الشاشة هنا 90 هرتز كما شفنا في المراجعة، وكاين المراجعة ديال الأجهزة الأغلبية ديالها اللي ذكرت راه كاينين المراجعات ديالهم، إلا غترجعوا لهم الإخوان راهم كاينين في القناة. قلنا 30 واط بالنسبة لريد ميسيس، 30 واط رأس شاحن كيجينا مدرج في العلبة، السعر ديال الجهاز 2900 درهم مغربي. هنا 3000 درهم، الفئة السعرية ديال 3000 درهم. عندك من بين أحسن الخيارات سامسونج A51. علاش السامسونج A51؟ شاشة ممتازة، الحجم ديال الهاتف، أيضا البطارية، الشحن ممكن يبقى جهاز رائع بالنسبة لهذه الفئة السعرية. غتلقاو أيضا مراجعة كاينة في القناة. بالنسبة للجهاز الثاني اللي اخترت لكم في الفئة السعرية ديال 3000 درهم، جوجل بيكسل 3 XL، تبقى جهاز ممتاز بهذا السعر هذا ديال 3000 درهم. 3300 درهم خيار ديال المي 9 تي، طبعا اللي كيميزو انه جايب شاشة سيبر اموليد معالج لا بأس به 730 سناب دراجون 730 جي سناب دراجون، والكاميرا البوب اب، وفيه بزاف ديال المميزات، ولقى استحسان كبير من المستخدمين، وتباع بزاف لشركات شاومي. عندنا 3500 درهم. شنو هما الأجهزة اللي رشحت لكم بالنسبة 3500 درهم؟ عندك هواوي نوفا 5 تي اللي كنتمناو نجيبوه للقناة، لأنه كيبقى جهاز ممتاز صراحة، لأنه جايب بمعالج رائع اللي هو 980 كيرين 980. عندك أيضا الكاميرا ديالو ممتازين، الشحن سريع،
وما الى ذلك. الجهاز الثاني اللي اخترت لكم في هذه الفئه السعريه 3500 درهم فما فوق، المي 9T برو، اللي هو جهاز كيبقى ممتاز جدا صراحه، جايب سناب دراجون 855، شاشه سوبر اموليد، وبزاف الحاجات اللي فيه مزيانه. ندوزو دابا ل 4000 وما فوق، 4000 وما فوق عندك ريلمي اكس 2 برو، احسن جهاز ممكن تاخذه بهذا الثمن هذا لما يقدمه من مميزات. عندك معالج سناب دراجون 855، شاشه سوبر اموليد، شحن سريع وما الى ذلك. ندوزو دابا للفئه السعريه ديال 5000 درهم فما فوق، احسن الاجهزه اللي نرشح لكم الاخوان بالنسبه لهذه الفئه السعريه. عندك السامسونج اس 10 لايت، كنا دوزناه في القناه، ايضا غتلقاو المراجعه ديالو، فكيبقى جهاز ممتاز صراحه، عجبني انا شخصيا، كنت غنخدم به لكن ما توفقتش، بقيت خدام دابا بالاس 9 بليس. الاس 10 لايت 855 سناب دراجون، سوبر اموليد، بصمة أسفل الشاشة، فكيبقى جهاز رائع صراحة، الديزاين ديالو ممتاز. فبهذا السعر هذا أتاخدو هاتف فلاكشيب بسعر ديال 5500، المهم هذا هو السعر ديالو. الجهاز اللي نرشح لكم الجهاز اللي شفناه تقريبا دابا 3 ايام ولا 4 ايام، اللي هو الاف 2 برو من شركه بوكوفون، فهو كيبقى ايضا جهاز رائع جدا، معالج ممتاز. المهم شتيرو شوفوا المراجعه، راه هي غتلقاوها هي اللي كاينه دابا لاخر فيديو لحتو في القناه. هادو بالنسبه لاجهزه الاندرويد. دابا نشوفوا الاي او اس، عندنا جهاز اللي كيدخل في هذه الفئه السعريه اللي هو الايفون اس او 2020. طبعا كيجيب مميزات من بينها الاطريز، معالج الاطريز، وكذلك الكاميرا رائعه. مهم عندي بعض التحفظات على البطاريه، لكن كيبقى جهاز ممتاز في هذه الفئه السعريه. كنصيحة الإخوان باش نساليو الفيديو، فإلا غتشري مثلا هاتف من الفئة المتوسطة، فرجع سنة قبل، المهم خذ أجهزة ديال الفلاكشيب ديال السنة اللي قبل اللي هي 2019، فغتلقى أجهزة رائعة، مثلا اس 10 بلس، الهواوي البي 30، بزاف ديال الأجهزة ممكن تاخذها بسعر ممتاز، وتاخذ فلاكشيب بثمن فئة المتوسطة. هذه كنصيحة الإخوان. يلا الإخوان باش تشجعونا أكثر، باش ندير لكم بزاف ديال هاد الحلقات هادو، لايك للفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش تعم الفائدة، خليونا ميساج هنا، خليونا شي ميساج زوين، المهم أي حاجة خليوها اكتبوا لنا هنا، أي حاجة اكتبوها لنا الإخوان. ما تنساوش الاشتراك في القناة. يلا الإخوان، كان معكم أخوكم كمال من قناة ألو كمال. السلام عليكم.